جولة في الصحف الوطنية على قناتكم قناة أس في جود، أهلا بكم. ونستهل جولتنا هاته من يومية المساء والتي كتبت: درك أسفي يطيح بعون السلطة متلبسا بتسلم رشوة. أوقفت مصالح الدرك الملكي بجماعة الصعاد التابعة لإقليم أسفي أول أمس الأربعاء عون السلطة برتبة شيخ متلبسا بتلقي رشوة من طرف أحد المواطنين بعد وضع كمين محكم لها. وأسقط الرقم المركزي المباشر للنيابة العامة الشيخ وهو في حالة تلبس، وذلك بعد وضع كمين من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بأسفي. يومية الأحداث المغربية كتبت أيضا: حرب الطرق تقتل 4 تجار بإقليم الحوز. تواصل حرب الطرق بإقليم الحوز استنزاف أرواح الأبرياء وتتسبب في إصابة أسر بكاملها بفقدان الأهل والأحبة ورميها بأسباب الحزن والأسى. حددت فاتورة الضحايا هذه المرة في 4 أشخاص تلقفتهم أيادي التهور في السياقة صباح أول أمس وحولتهم إلى جثة هامدة. إلى جريدة الصباح والتي كتبت: كمين يطيح بأفارقة النصب الرقمي. فككت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش أول أمس الأربعاء شبكة للنصب والاحتيال يتزعمها مهاجران إفريقيان من جنوب الصحراء تستغل المواقع المتخصصة في البيع والشراء للإيقاع بضحاياها. يومية أخبار اليوم كتبت أيضا في أحد عناوينها: نقل كتب وتجهيزات قديمة لمشروع مرشح للتدشين الملكي بمراكش. في إطار الاستعدادات الجارية لتدشين ملكي مرتقب للقطب الحضاري الثقافي بحي المحاميد بمراكش، لم تجد المديرية الجهوية لوزارة الثقافة مؤخرا من حل سوى اللجوء إلى جلب تجهيزات ومعدات من المعهد الموسيقي عرصة الحامض بحي باب دكالة الذي تم تدشينه بتاريخ 29 يوليوز المنصرم، فضلا عن نقل كتب من خزانة ابن يوسف بالمركب الثقافي حي الدوديات إلى المشروع الثقافي الجديد بحي المحميد. بعد مشاهدنا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية جولة في الصحف الوطنية لنهار هذا اليوم، قدمناها لكم على قناة أس في جود. إلى اللقاء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.